خلونا النهارده نتكلم في الدروس دي براحتنا كده وكأننا فاتحين لايف بالظبط. كنت حابب والله اطلع اتكلم معاكم بشكل كده وبصورتي وبتاع، بس والله عندي دور برد يعني فصلني، فيعني هنحاول نبسط الامور ان شاء الله وهنظبط الدنيا. طيب مبدئيا المشاكل اللي انا كنت حابب اتكلم عليها قبل ما نبدا، ومهم جدا انك تسمع مني الكلام ده عشان والله العظيم اكيد هيحصل لك واكيد هتقع فيه واكيد هتحس بيه في اي وقت بقى، سواء كنت مبتدئ سواء حابب تدخل المجال، كل الكلام ده. انت كديزاينر هتلاقي نفسك بعد ما دخلت المجال بشويه هتحس فجاه كده ان انت دماغك بتقف في حاجات كتير جدا، ما انتش عارف تجيب افكار ازاي، ما انتش عارف تطور من نفسك ازاي، مستواك واقف في حته معينه مش عارف تخرج منها ازاي. طيب تعمل ايه؟ طيب حاولت تعمل تغذيه بصريه زي ما كل الناس بتقول لك، كل ما تسال حد يقول لك اعمل تغذيه بصريه، بص على شغل كتير، حاول مش عارف ايه. طبعا الكلام ده مظبوط، بس في حاجه تانية بتبقى ناقصه هو يمكن ما قالكش عليها او يمكن انت مركزتش فيها من نفسك او كل الكلام ده. هتيجي بعد فتره كده هتحس ان انت بتاع كبده من الاخر، مش هتحس ان انت ديزاينر، هتحس ان انت راجل بيجيب شوت صور تحطهم جنب بعض وان الله يحب المحسنين وبكده خلاص، لكن انت هتبقى حاسس ان انت عايز تعمل حاجه من الصفر تخلصها للاخر. طبعا الكلام ده بيحصل لكل الناس بلا استثناء، منهم انا. انا جيت في فتره كده من الفترات حسيت ان انا ما بعملش دي. طب ايه الفكره في ان انا اجيب صوره واحط وراها باك جراوند واكتب كلمه فوق وخلاص الموضوع خلص؟ كل ما كنت اكلم حد او احاول افهم الموضوع راح فين يقول لك تغذيه بصريه. ماشي يا سيدي انا بعمل تغذيه بصريه كويسه جدا، ما حدش اختلف، بس لما بتيجي تفتح البروجكت بتاعك عشان تنفذ بقى اللي انت شفته تحس ان انت دماغك راحت في حته تانية، ما انتش شايف اصلا ولا فاكر اساسا اللي انت شفته ده هعمله ازاي ولا اي، ولا دماغك اكنها بتتشفر كده فجاه وتحس ان انت خلاص عايز تقفل البروجكت ومش مكمل، وبعد شويه تحس ان انت زهقت من المجال كله وخلاص. مبدئيا كده في المجال بتاعنا ده، يعني انا بما ان واحد مجرب وعارف، هتلاقي نادرا جدا اللي بيديك معلومه كامله. يا جماعه الموضوع مش كده، والله والله عن تجربه، ادي المعلومه كامله بكل صدق وبكل ما عندك فعلا من جواك من صدق وخير وكل الكلام ده، هتلاقي ربنا بيكرمك وبيزيدك وانت كمان بتتطور ومستواك بيعلى مش بيقل ولا حد بياخد رزق حد. فعشان ما نطولش في الحته دي كتير، تعال اقول لك الموضوع هيكون ازاي. مبدئيا كده انا كديزاينر حتى لو بقالي في المجال اكتر من 10 او 20 او 15 او ايا كان الوقت اللي انت دخلت في المجال بقى، يعني من سنين طويلة او من قريبة، لازم أن تعمل تغذية بصرية. التغذية بصرية زيها زي تدريب كده اللعب الكورة، زيها زي اي مجال في الدنيا، لازم أن تقعد تدرب نفسك عشان تقدر تطور من مستواك. طيب انا كأحمد حمدي دلوقتي بعمل ايه؟ وانا قاعد فاضي بحب دايما ادخل على بينتريست مثلا، على بيهانس، على اي موقع معروف، وابدأ اعمل تغذية بصرية، اقلب كده واشوف الناس دي والشغل ده وايه الجديد وايه التريكات اللي مش موجودة عندي وايه اللي انا ممكن اتطور فيه. كل الكلام ده مش عيب، مفهوش اي مشكلة. فطبعا انت بتعمل اللي انا بعمله، بس بعد ما تيجي تفتح البروجيكت بتاعك بتلاقي نفسك خلاص. فانا هديك دلوقتي السر اللي ان شاء الله لو مشيت عليه بالظبط ونفذت اللي انا قلته لك، والله هيفرق معاك 360 درجة ولا 180 على حسب. سامحوني بقى، انا والله العظيم فعلا جايز يكون الصوت مش تمام لان انا تعبان جدا، فان شاء الله هنظبط الموضوع ده. طبعا زي ما انتم شايفين اهو، لما بفتح الفوتوشوب في حاجات كتيرة كنت شغال عليها. طيب خلينا افتح مثلا مقاس السوشيال ميديا بالشكل ده. انا عملت ايه ايه اللي حصل؟ 2000 ريزوليوشن ازاي؟ انا لو شغال على جهاز ب 100000 جنيه مش عارف. لحظه واحده. تمام كده. طيب وانا بقلب كده بصراحه في حاجات كده احيانا بحس ان هي سهله التنفيذ وفي نفس الوقت فكرتها حلوه، زي الديزاين اللي قدامكم ده. تمام كده، في حاجات شبهه كتيره بس انا عجبني اللي هناك، في حاجات زي كده للاسف بتبقى محتاج 3 دي ماكس وسينما 4 دي وحاجات زي كده، فاحنا خلينا نبعد عن دي شويه. في حاجه زي كده متهيالي فيها فكره وتنفيذها سهل برضه زي كده مثلا. تمام، فانا بفضل اقلب وادور واشوف. تمام، انت كديزاينر دلوقتي عايز تشوف مثلا ده اتعمل ازاي. طيب انت شفته وعملت تغذيه كويسه وحسيت ان انت تعرف تعمله، طب افتح البروجكت كده واقفل اللي هناك، اقفل الصفحه اللي احنا كنا لسه فاتحينها اللي هي الصفحه دي، اقفلها خالص، تيجي تفتح او تنفذ هتلاقي نفسك شكرا ما انتش فاكر اي حاجه. طيب انا هقول لك تعمل ايه. التقليد في بدايه المجال مش عيب تماما، بس ما تقلدش وتاخد الحاجه تروح منزلها وتنسبها لنفسك لان هي مش فكرتك ولا تنفيذك، لا هي تنفيذك معلش بس مش فكرتك، وده يعني هيعمل لك ضرر كده في بعض الحتت وممكن ايه يعني دينا تبوظ معاك. فخليني اقول لك ان انت دلوقتي هتفتح ديزاين زي ده
او ديزاين زي ده انت هتبدا تنفذه هو هو عشان تفهم التركيه اللي اتعملت او الشكل اللي اتعمل او الدمج اللي اتعمل ده اتعمل ازاي. وبعد ما تنفذه بايدك في ديزاين جديد وانت كل شويه ترجع وتبص زي ما احنا هنعمل دلوقتي، هتيجي بعد شويه هتلاقي ان انت اصلا بتخزن لمخك حاجات جديدة. لو فيما بعد ان شاء الله قفلت الشغل ده كده وحبيت تعمل الكلام ده او التريكاية او اللمسات دي في ديزاين جديد خالص، هتلاقي ان مخك اصلا مخزن الحاجات اللي انت اشتغلت له عليها وعطتها له، وبالتالي هتلاقي الموضوع بعد كده سهل. اي فكرة بقى، اي فكرة حبيت بقى تحط فيها اللمسة دي، هتلاقي ان اللمسة دي اساسا بقت موجودة في ذهنك كده وبقت متظبطة ان شاء الله، مفيش اي مشكلة. انا بقول ايه، بعكس ان انت تكون بتتفرج كده وتعمل تغذية بصرية وتقفل وتروح تنفذ، لا صعب صعب يعني الموضوع هنا. هي هنا بقى السر هنا او الموضوع هنا. انا حاسس ان انا بتكلم بسرعة يا جماعة، والله انا تعبان عشان مطولش عليكم. تعالوا بينا نبدأ ونشوف بقى الديزاين ده. انا بروح مثلا محمله بالشكل ده وبروح رايح للديزاين التاني اللي بالشكل ده. حلو حلو. خلينا نيجي للديزاين الاول عشان يمكن تفاصيله فيها شويه كتيره يعني. طيب هبص كده هلاقي ان الراجل جايب ازازه وحاطط فيها عنب. احنا هنحط توت عشان نبقى بعيد شويه عشان ما نبقاش قريبين قوي. تمام. وهنشوف الحاجات اللي فوق دي والتحت والكلام ده كله اتعمل ازاي. حتى الاستيكر ده ممكن نعيد تصميمه احنا سريعا كده ونعمل استيكر غير ده خالص. طيب انا مبدئيا هحتاج شكل توت بالشكل ده. هروح كده على طول على شطر مثلا. ولو انت راجل مثلا معلش انت ضعيف في الانجليزي شوية، ممكن تروح على جوجل ترجمة هتكتب له توت وهتاخد كوبي وهتروح تحط بيست في شطر وهتبدأ تشوف. ركز معايا في الجزء اللي في النص ده، انت محتاج تاخد صورة كاملة يعني مش عارف ارسمها لك ازاي. تعالى نفتح الديزاين هنا كده. طيب هو كل اللي عمله ممكن يكون حط خلي اللون مثلا يكون اصفر على السايز، ممكن يكون حط صورة كاملة في الحتة دي. تمام. وبيبدأ يجيب استوكاية تانية او صورة تانية للتوت تكون متفرغة ويبدأ يوزعها على الاطراف على اساس ان هي تديك شكل الثري دي. طيب خلينا برضو نشتغل ونشوف مع بعض. طيب انا هفضل انزل لحد ما اشوف صورة كويسة يعني مثلا ممكن نشوف دي، ولو دي ما زبطتش ممكن نشوف غيرها مفيش مشكلة لحد ما في حاجة ان شاء الله تظبط. يعني حاول تتعب نفسك شوية في ان انت تدور تلاقي صورة نظيفة مش مشكلة. احنا ممكن ناخد الصورة دي اعمل لها داونلود. طبعا انت لو انت مش عندك اكاونت على شطر هتحمل من طريقة نهات اللي كلنا بنحمل ما زلنا بنحمل منها لو احنا عايزين صورة سريعة وكده ومش محتاجين ان احنا ايه يعني ندفع لها فلوس. طيب مبدئيا هي الصورة هنا كبيرة شوية 46 ميجا. فعبل ما تحمل نروح نشوف الخطوة اللي بعدها. هنرجع للديزاين بتاع الشخص اللي هو ده، هنشوف العلبة اللي هو جايبها دي بتاعة المراعي. طيب انا لو رحت على جوجل اكتب مثلا عنب المراعي تمام. شكل العلبة اهو انا بس مش عايز غير شكل العلبة فقط اللي هركب فيها الشغل اللي احنا هنعمله. استنى شوية النت عندي تقريبا في مشكلة. طيب انا هحمل الصورة دي هعمل لها نيو فولدر كده عشان كل الصورة اللي هنستخدمها. انا حبيت ان انا يعني ايه اجيب الصور معاك واعمل لها داونلود قدامكم على اساس ان ايه مش هحضر لكم بقى الصور في الديسكريبشن وانت تخش تركب وتلزق
والموضوع بالنسبه لك يبقى سهل. لا انا عايزك تشوف كل حاجه، يعني عايزك انت تتعب شويه في ان انت تتعلم. تمام تمام طيب الصوره اللي احنا حملناها اهي، تمام يبقى كده معانا الصوره بتاعت التوت ومعانا العلبه. طيب تعالى، انا كنت محمل الاثنين دول برضو من شطر، هوريكو. اهي واحده اهي اللي هي دي، تمام، والتانيه موجوده برضو عشان الناس ما تقولش ان انا ايه جايبهم من بره وبقول لكم ان هي من شطر ستوك، يعني لا هما الاثنين من شطر. الثانية دي تقريبا دورت عليها يعني شوية حلوين، او كمان الصورة دي، تمام. هلا ايه مش مشكلة، وقت الفيديو يطول معنا ما عنديش اي مشكلة، يعني ان شاء الله في الاخر المهم ان احنا نطلع بنتيجة كويسة. طيب عشان هي في قلب الموقع وهجيبها لكم، مش هقول لكم لا، بس خلينا نعمل خطوه سريعه كده. انا هشدها معايا كده وهرميها في الشطر، هقول له انا عايز الصوره دي على طول، استنى علي شويه. الصوره ظهرت قدامكم اهي، عملت لها داونلود كده من نهايه عشان انا قلت ايه مش مستاهله ان انا ادفع لها فلوس يعني، فخلينا ايه الاثنين اهو هناخدهم معانا. وهرجع في الشكل ده، هي بتاعت الشاتر ستوك راحت فين؟ راحت فين؟ هي راحت فين بجد يعني؟ هي كانت لسه هنا دلوقتي. مش عارف رجعت مكانها ازاي والله. طيب خليني اقول ان ده تمام. اول حاجة هعملها هاخد شكل العلبة اهو، هعمل اي باك جراوند ورا كده عشان اشوف القص بس. طيب في طريقة قص سريعة، يعني انا ممكن اعمل كده، احط شكل الازازة هنا، هيلب فوتوشوب، هيلب كويك اكشنز ريموف باك جراوند ابلاي، ده في فوتوشوب ال 21 هيروح على طول حذف لي الابيض. طيب انا عملت ايه هنا؟ انا قلت بدل ما هو عامل لي ماسك كده، تمام، فقلت يعني نيو لير، وبعد كده بعلم على الاثنين وبعمل كونفرت، او ممكن اعمل كونفرت على طول بس هي تحس ان هي اتعود، مش عارف ايه انا بعمل ليه كده بس يعني تمام يعني. طيب خليني اقول ان هي كده مفيهاش مشكله. طيب كل اللي انا هعمله احاول اقص الجزء اللي فوق بتاع الغطا ده لوحده، بس حاسس ان الصوره مبكسله. تمام انا هحاول اوضحها على قد ما اقدر، هقول لك على طريقه لو الصوره بالشكل ده حابب انك توضحها بقدر الامكان وعلى قد ما تقدر تعمل ايه. هتروح عند فلتر وهتجيب الشاربن والشاربن مور، لو فضلت تدوس على نفس الاختيار ده 3 4 مرات ورا بعض شايف هتحس بالفرق، بس ما تزودش عشان لما بتزود بتبوظ خالص. وممكن اروح عند الكاميرا رو وهقول لكم على فلتر تنعيم كده برضو لحد ما كويس اهو، هقرب شويه وهاجي هنا كده اهو وهزود الجزء ده، والشاربن هنا ممكن شويه صغيرين، شايفين يعني الى حد ما تنعيم كده سريع. تمام طيب هقص الغطاء اللي فوق ده بالبين تول، يعني خلينا اقصه كده بالراحه. اهو تمام، هعمل راسترايز بس عشان اقدر اخد الجزء ده لوحده فلير. هجيب المربع اللي فوق ده والسيلكت ده، هدوس كليك يمين ولير فيا كات، هو كده عمل لي الغطا في لير لوحده والازازه في لير لوحدها. حاسس ان ظهري وجعني، هريح شويه يعني، اديني نص ساعه كده وارجع لكم. لا بهزر طبعا. طيب ما بحب الشغل المونتاج بصراحه في الفيديوهات، يعني بحس ان احنا لما بنمنتج بقى مش عارف يعني، سيبوني من المونتاج خالص لان انا ما بحبوش. طيب خلونا ناخد الصوره، ركزوا معايا بقى في اللي جاي.
انا جبت الصوره بتاعت التوت الكتير قوي اللي انتوا شايفينه ده، هعمل ايه؟ لازم انا اكون واقف باللاير بتاعته فوق اللاير بتاعت الازازه. ركز معايا، اللاير بتاعته اهو واللاير الازازه اهي. طيب حاجه اقف عند اللاير بتاعت التوت وهدوس كنترول الت جي، هيدخل لي التوت ده جوه الازازه مباشره. طب لو اللاير بتاعت التوت في اي مكان غير المكان بتاع اللاير بتاعت الازازه وعملت كنترول الت جي هتلاقيها اختفت معاك او طلعت فوق في الغطاء، فانا مش عايز كده. عايز يكون في قلب الازازه، فهخلي اللاير فوق الشكل ده وكنترول الت جي هدخلها جوه كده. طيب انا عايز دي ان هي تكون بالطول، هدوس كنترول تي كليك يمين واختار اللي هي دي ال 180 دي. وانا اسف انا اسف والله 90 انا اسف والله احيانا بنسى برضه يعني. اهو هتلاقيها بدات تظبط تمام. احاول اكبر عشان التوت يبقى شكله كبير كده وملعلط في قلب الازازه. شايفين الموضوع والله العظيم سهل، ما فيهوش اي صعوبه يعني. ف تمام هنقول ضن على كده. هرجع للصور، شايفين الصوره دي؟ بس قبل الصوره دي تعالوا نجيب نعمل داونلود للصوره اللي هي هناخد منها الجزء اللي على الشمال فقط، عشان صوره صغيره لو حملتها من نهايه للاسف هتبكسل معايا جدا. فانا هعمل لها داونلود عادي مفيش مشكله. استنى برضو 30 ميجا، انا مش عارف هي الحجم خرافي النهارده. انا قافل التكييف وقافل المروحه عشان الصوت يطلع واضح وانا بتحر هنا يا جماعه والله، بس يعني مش مشكله اداكوا يعني. طيب انا كنت لسه عامل بوست حالا بقول فيه ان انا هعمل لكم حاجه جديده اول، لسه ما صورتش يعني، انا بصور بعد البوست تقريبا بربع ساعه. السلام عليكم، ربنا يعزكم. هنشوف كده نزلت الصورة، هاخدها واحطها معايا في الفولدر بتاع الصور بتاعتنا. طيب هشدها كده، ركزوا معايا معلش، انا هاخد الجزء اللي على الشمال بس بتاع الشجرة او الغصن اللي جاي ده، هنزل اللاير دي لتحت خالص عشان تبقى هي اللي ورا الازازة، وهكبر الجزء ده شوية. بس ركزوا معايا يعني بالله عليكم تركزوا معايا، انا هحاول اختار الجزء اللي انا محتاجه بس من الصوره دي كلها يعني. انا هكبر تمام، لو ركزتوا معايا. طيب انا هشيل دول دلوقتي، اللي هشيل الازازه دلوقتي كمان في الغطا لسه ما خدتوش. طيب هقفل الليارات عادي اهو. لو ركزتوا معايا الصوره دي من على الشمال مقصوصه، طب انا لو سبتها كده شكلها مش هيكون حلو، وكمان لو كبرت قوي بتهيالي مش هيكون في مجال او في مكان لان انا احط الازازه، الشكل مش هيبقى كويس. طب اعمل ايه يعني؟ انا كده حاسس ان الصوره لا مش حلوه وهطلع اشوف غيرها. لا هقول لك تعمل ايه وحاول ما تيأس. كل اللي هتعمله معايا، انت خلاص قررت انك تاخد الجزء ده فقط، هتروح جايب السيلكت وهتروح معلم على اي نص، مثلا خلينا مثلا نجرب من النص ده يعني، هاخد الحته دي كده، ده انا عامل عليها سيلكت. ركز معايا انا هعمل ايه، هدوس كنترول جي مش جي ها، كنترول جي من الكيبورد، هاخد كوبي من الجزء ده زي ما انا واقف كده، كنترول تي شيفت، وهشد الجزء اللي من اليمين للشمال. ركزت معايا؟ طيب كل اللي انا عملته ان انا قررت من الجزء ده للجزء ده. طيب لو انا شايف ان الموضوع لازم أن يبقى واخد اطراف الصوره يكون زي ما هنا زي ما هناك، فما عنديش مشكله، ممكن اخد الجزء ده كله كنترول جي بعد كده كنترول تي، وبس خدني من الحته اللي احنا كنا قصيناها الاولى، هشيلها الاول، هعمل سيلكت على الجزء ده، كنترول جي كنترول تي شيفت، اشد من الجزء ده بالشكل ده كده بالظبط. طيب هعمل ايه بعد كده؟ هحاول بس الاول الجزء اللي انا عملت له ده لازم انا اعمل له كونفرت، عشان لو كبرت او صغرت او حاولت الم فيه ما يبكسلش منه ويفضل بنفس الكواليتي بتاعته. هحاول اخلي الصوره تبقى متوسطنا بالشكل ده. ركز معايا بقى في الخطوه الجايه، انا كده ظبطت اهو الشكل اكنه صوره واحده بالظبط تمام. هعمل ميرج كنترول اي اهو تمام، وهجيب السيلكت، شايفين الجزء ده الاخضر ده؟ انا عايزه يبقى في اول الباك جراوند من تحت، فهعمل عليه سيلكت وهجيب السهم كده وهشده تحت بالشكل ده. طيب حلو،
ممكن كمان بالسيلكت هاخد جزء من الشكل ده وكنترول تي وشيفت وهشد لفوق اهو انتر، وبعد كده هرجع تاني هشد لفوق لحد اما لزق الاثنين في بعض. طبعا في خطوط ظهرت معايا هقول لك دلوقتي برضو تحلها ازاي. هعمل نيو لير، هجيب البرش اكبر السايز، هجيب البرش الخفيفة، هدوس الت هاخد من نفس الدرجة الموجودة دي اقل فلو شوية وهبدأ امسح كده في النص على اساس ان هو يخفي لي بس مش قوي يعني اهو، يعني محاولش اخبط في التوت قوي اهو. شايفين بدأت الصورة تظبط ان هي باك جراوند واحدة او صورة واحدة او كل الكلام ده بكل بساطة وسلاسة وكفاية كده، بلاش اجود عشان لو جودت اخرب الدنيا وهوقف وهعمل مونتاج. انا عارف نفسي، انا عارف نفسي والله. طيب خليني اظهر الصور اللي احنا كنا عاملينها اهو. تمام احنا هنخلي العلبة تكون من هنا كده يعني هتبقى نازلة من الغصن ده. تمام طيب خلينا بقى نخش على الخطوة التانية او اللي بعدها. هاخد الشكل ده افرغه زي ما قلنا اهو، هيلب شوب هيلب وفي اكشنز ريموف باك جراوند ابلاي بس خلاص. ممكن اعمل كونفرت عادي. تمام طيب هاخد الجزء ده هجيبه معايا هنا كده كنترول تي وهبدا بقى اظبطه بقى انت فاهمين. طيب انا حاسس ان هنا اغمق او افتح يعني هنا عن كونتراست جديد قوي وهنا الكونتراست اهدى شويه. اسف انا اسف. هحاول اقلل الكونتراست اللي هنا فهعمل ايه، هدوس هنا كده هقف على اللاير دي وهاجي عند الدايره اللذيذه اللي نصها مش عارف ايه عامله ليه كده، وهاجي عند البرايتنس كونتراست وكنترول الت جي. اوعى تنسى الكنترول الت جي عشان ما تعملش اللي احنا هنعمله في كل الديزاين، لكن لما تعمل كنترول الت جي وتدخل اللي احنا هنعمله جوه اللاير دي بس يبقى انت كده لما تيجي تعمل كده هتلاقي ان الموضوع لذيذ. بص معايا كده الكونتراست هو مزوده او احنا نحاول يعني بس كده هنقربه. شوف معايا النتيجه بالاخر او الفرق هتحس ان هم بقوا قريبين شويه يعني لحد ما. طيب هجيب الشكل ده وهيكون هو اللي فوق على اساس ان انا بقى بص يا باشا معايا كده اهو، بس احنا محتاجين نقرب يعني في فراغات كتيره هنا احاول اقرب التوتايه دي تكون قريبه هنا ودي تكون هنا ودي. هقول لك ازاي، هقول لك ازاي. هعمل راسترايز، هجيب الدايره هي دي كل شويه اعلم. انا اسف والله انا قلت لكم ان انا تعبان من الاول فاستحملوني. هقرب كده كنترول دي عشان اخفي السيلكت واللي بعدها. انا كده يا جماعه خلاص تقريبا بفصل، انا اسف والله اهو. ابدا اقرب احاول ما اخليش يكون في فراغات وهقول لكم ليه ما اخليش في فراغات كل شويه اهو. يعني انت بعد ما بتقرب بيكون في سيلكت عشان تروح للي بعدها مش هتعرف، لازم كنترول دي عشان يشيل لك السيلكت من هنا. نقول تمام ونقرب كده تمام. طيب هاجي اعمل نفس الخطوه بتاعه البرايتنس كونتراست وكنترول الت جي عشان ادخلها جوه اللاير بتاعتنا دي، وهبدا ازود كونتراست شويه على اساس ان انا محتاج اقرب الدنيا من بعضها اكتر من كده. خلينا اقول تمام. ممكن اعمل ميرج الاثنين بعد كده اهو، وممكن الت ركز معايا الت وبسحب كده بالماوس بيعمل لي كوبي فهعكسها بالشكل ده اهو. ممكن امسك الاثنين مع بعض اكبرهم كده على اساس ان التوت اللي على جنب ما يكونش اصغر من التوت اللي جوه. انا احاول انا بقول ايه احاول يا نهار ابيض احاول يكونوا قريبين من بعض. قلت لكم والله المونتاج مهم يا جدعان، بيحصل كوارث والله. طيب بعد كده هعمل الت برضو هسحب عشان اخليها تبقى نايمه كده بالشكل ده تبقى من تحت بقى اهو. تمام طيب نفس الجزء هسحبه
خليه يكون جاي من الجوانب بالشكل ده، بس في زيادات هبدأ امسحها بالاستيكه، همسح كده الزيادات على الفلو بالشكل ده، هبدأ اكرر عادي اهو. تمام. طيب الجزئين دول فيهم حاجة طالعة من على الشمال اهو، هدوس Alt وهسحبهم كده وهعكسهم بالشكل ده على نفس الجنب ده. هنا برضو في حاجة فوق اهي امسحها، يبقى كده احنا قربنا شوية من النتيجة. طبعا كل ما تكون ابطأ، كل ما تركز اكتر، كل ما فهمني، هتلاقي نفسك بتطلع بنتيجة افضل بكتير جدا من اللي قدامك. طيب خلينا انا وانت ننفذ الاستيكر سريعا. هعمل شكل كده دائري، او ممكن يكون مش دائري قوي كده، يعني مثلا ممكن هنا اخلي 200 بيكسل مثلا، 200 برضو حاسس ان هي واخده شكل دائري اكتر، فكل ما بتقلل في الرقم ده هتلاقي الموضوع بدا يبقى مربع، يعني ما يبقاش دائري قوي، فاهمني؟ فخلينا اقول ان ده شكل كويس. طيب هقرب كده، تمام، هدوس كليكين او دبل كليك هنا كده في الحته ده عشان يجيب لي الكالر والالوان. هاخد من نفس درجه الالوان بتاعه التوت اللي هي بالشكل ده، تمام، وهروح كده على شطر، فين 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 اهو اهو. هجيب اي شكل توت معايا سريعا، يعني اي حاجة هعمل بقى الستيكر مثلا الشكل ده، اي حاجة بتيجي قدامك كده ان شاء الله هتكون كويسة. طريقة التحميل من نوهات، هكتب nohat.cc، احط اللينك هنا في السيرش هير، هجيب هنا هتلاقي هنا علامة زرقاء كده كليك تو فيو، هيقول لك انا مش روبوت، انا انسان، انا مش عارف ايه، هيقول لك شاحنة بقى اللي هي تختار عربيات تهيأ لي الكبيرة دي، هيقول لك حاول مرة اخرى، تعال على الباص. طيب ده باص وده باص، كفاية كده ولا عايز تاني؟ لسه عايز تاني. طيب انا مش عارف هم ليه بيعذبونا التعذيب ده والله. هنا خلاص بدأ يفتح اهو، ما كانش فيه الحركة دي الاول، بس هم كل شوية تلاقيهم بيجددوا في حاجة غريبة كده، مش بحس ان هي مش حلوة يعني. هتدوس هنا كده داونلود، هيفتح الصورة، طبعا الكواليتي بتاعتها كويسة جدا جدا، هحملها معايا بالشكل ده على طول كده، هروح زي ما بنعمل كل مرة بالشكل ده، اعمل كونفرت، اخدها على الستيكر بتاعي بالشكل ده. طيب هقول لك على حاجه حلوه، احنا ممكن نقف على اللاير دي وهعمل نيو لاير كنترول الت جي عشان ادخل اللي انا هعمله جوه الشكل اللي احنا قلنا عليه دائري او مربع. هجيب البرش الت وهاخد من نفس الدرجه دي، وبعد كده هاجي عند المربع ده هزود شويه اللايت وهدوس كده كليك، شايف بدأت تفتح شوية. طبعا لو انا عايز انورها اكتر ممكن اخد من نفس الدرجة دي، اوكي نجرب، بدأت تفتح اكتر، تمام، ممكن ادي لايت من تحت شوية، او ممكن نشيل ده كله ونخلي اللايت تبقى من ورا التوت فقط بالشكل ده. اصور دي كده، ركزوا معايا عشان الشادو بتاعها. هدوس كنترول الت جي عشان اعمل كوبي من اللاير، وهنزل اللاير دي لتحت، وبعد كده كنترول تي وهدوس كنترول وهشد الجزء ده اللي فوق لتحت عشان يبقى بالشكل ده، احاول اظبطه شويه كده 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 مثلا، وكنترول يو وهقلل اللايت دي خالص هخليها تبقى اسود، ممكن بالورب كده اقرب الحاجات دي من بعض بالشكل ده، ممكن اروح عند البلور والموشن بلور وازود كده في الحاجات دي، هيعمل لي شكل شادو سريع كده وهيكون شكله لذيذ برضو مش وحش. طيب خلينا نقول ان الشادو كده الى حد ما مظبوط، تمام. طيب هرجع كده وهجيب لوجو المراعي مثلا،
مثلا. ده كويس، هشيل الابيض ده سريعا كده، وهاخد الجزء ده بس كونفرت عشان ما يبكسلش لو صغرت، وهحاول اظبطه مثلا بالشكل ده. تمام تمام طيب، هحاول انور كده اللايت دي شويه بالشكل ده، تكون مثلا نازله تحت او اي شكل. طيب الاستيكر ده كله ممكن اعمله ميرج وكنترول يو، ابدا اشوف لو في درجه لون انا حاسس ان هي ممكن تبقى احسن اهو بالشكل ده. طيب خلينا نكتب مثلا طبيعي 100%. لا دي 100 ايه ده اللي انا بعمله ده. وممكن بفون حمدي ال V1 شكله حلو بصراحه يعني. تمام، انت كده عملت ستيكر 3-4 ثواني. تمام طيب، الستيكر ده كله بالكلام باللوجو بالحاجات دي كلها اهو اهو، انا بدوس شيفت وبعد كده كليك يمين على اللاير اللي انا عايز امسكها معاهم بالشيفت اهو بيمسك معايا. طيب هدوس كنترول ايه عشان يبقى ميرج كله مع بعضه، وهعمل كونفرت سمارت عشان خاطر ما يبكسلش مني. تمام ركز معايا بقى، انا عايز حبات التو دي تكون فوق الاستيكر على اساس ان هي تكون باينه، فهعمل ايه؟ هاخد مثلا 2 من الشكل ده اهو كوبي، وهاجي اقف عند اللاير بتاعت الكبيره، وهاجي مثلا على دي خدها كوبي، وهروح سحب الاثنين معايا بالشكل ده اهو. انا كل اللي انا عايز اعمله ان يكون تو ده فوق الاستيكر بالشكل ده. ويا سلام بقى لو رحت عامل هوب دروب شادو كده خفيف قوي يعني ما يبقاش ظاهر قوي بالشكل ده، وهاخد كوبي ستايل، وهاجي هنا هعمل بيست لير ستايل عشان يحط لي نفس الدروب شادو. تمام ممكن كمان في الجوانب هنا كده، بدأت تحس ان هي ايه كلهم بقوا شبه بعض، فحاول مثلا تغير او ما تزودش بقى، شوف هتظبطها انت بطريقتك ازاي اهو كده. بدأ الموضوع يكون قريب حبة. طيب هعمل ايه؟ ممكن اعمل دروب شادو للستيكر نفسه اهو اهو اهو، ازود شوية على اساس ان هو لكنه داخل جوه يعني اهو. تمام تمام طيب، خلينا نروح للصور اللي معانا. هناخد مثلا الشكل ده زي ما بنعمل كل مره بشوفك فيها، ببقى نفسي مش قاعد خالص. ايه ده ايه ده ايه ده، في ابيض ظهر. طيب سيبنا من الطريقه دي، هنعمل على طول بالماجيك، احيانا بيكون افضل من الطريقه دي اهو. وهعمل كونفرت واخدها معايا بالشكل ده. انا كل اللي انا عايز اعمله ان انا اخلي الحاجات دي تبقى طايره من ورا، هتعمل شكل كويس قوي قوي. هعكسها الت وبشد وبعكس بالشكل ده. طيب انا حاسس هنا برضو ان الشكل اللي ورا ده واخد كونتراست اكتر، فهنا هعمل ايه؟ هخلي يعني الاثنين دول يكونوا تحت خالص عادي، هما تحت اصلا، وهاجي من عند اللير بتاعت الإزازة وكل الحاجات اللي فوق دي كلها اهو عشان يبقى الإزازة كلها. ممكن اعمل كنترول جي عشان يبقوا في جروب. تمام، وهروح عامل برايتنس كونتراست وكنترول الت جي عشان ادخل الكونتراست ده جوه الجروب اللي في الإزازة. بصوا اهو يعني، وممكن كمان كلر بالانس ونفس الموضوع اهو كده. يا باشا انت دمجت الدنيا كلها مع بعضها. طيب انا حاسس ان الباك جراوند بقى هي اللي محتاجه تاخد الكلر بالانس ده بقى، هعمل ايه؟ هاخدها لتحت اهو، بص كده بقى قريبين جدا جدا من بعض، بس محتاجه سنه كونتراست الباك جراوند اهو اهو، شايفين كده الموضوع اصبح بقى يعني جامد جدا جدا جدا. كفايه 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 عشان الناس ما تزهقش. طيب اهو
كده كله مع بعضه. بس انا حاسس ان العلبة هنا انا ممكن اعملها ميرش، ما عنديش مشكلة عشان بس احذف الحاجات اللي فوق دي. طبعا انتم مش شايفينها اعتقد، بس انا شايفها الشكل ده. نزله شوية، الشكل ده هجيبه شمال شوية. خلينا اقول ان كده الشكل كويس جدا جدا جدا. طيب تمام كده، هنعمل ايه؟ هنيجي فوق خالص كده وهعمل نيو لير، هجيب البرش وهخلي اللون يكون العسلي دي شوية او البرتقالي شوية. هعمل كليك هنا كده وانا معلي الفلو 100%، وهكبر اللايت دي تبقى جاية من على اليمين كده، وهخليها سكرين او اي لايت تانية انت شايف انها كويسة. انا شايف السكرين كويسة، هحاول اقربها بس يعني هطولها مش هقربها عشان تبقى بالشكل ده. اخف شوية عشان تبقى بالشكل ده. تمام. طيب لو انا شايف ان العلبة دي بالاشكال دي محتاجة تكبر شوية، براحتك براحتك. كمان ممكن ننزلها شوية على اساس ان احنا نشوف اي حاجة تكون نازلة من الجزء ده. طيب هروح كده هكتب شجرة مثلا، عايز بس ايه، عارفين الشكل اللي هو اللي زي ده يعني. اهو نشيل مثلا الابيض، اكبر. انا كل اللي عايزه مش عارف بيتسمى ايه، غصن مثلا او بس هو الجزء الصغير ده اهو، اخليه يكون من ورا العلبة مثلا اهو. طبعا هو الديزاين بيتكلم عن الطبيعة وان ده يعني جاي ما فيهوش اي مواد اضافية ولا في حاجة، هو طبيعي، عصير طبيعي بيجيلك من قلب الشجرة على طول. احاول اظبط الغصن ده يكون بالشكل ده. تمام تمام. بس خلينا مثلا نرجع كده نجيب مثلا لوجو مراعي مثلا. انا اسف والله يا جماعه، انا اسف جدا. طيب هو مش عايز يجي معايا كوبي كده. كونفيرت عشان قلنا لو صورنا اللوجو ما يبكسلش. هخلي اللوجو مثلا على الشمال او على اليمين زي ما تحب. تمام. وممكن اي سلوجان، اي سلوجان بقى براحتك يعني، حاجة كده حركية. انا سريعا كده مثلا بس اقرب من بعض شوية. تمام. ممكن ارسم اي خط كده يدي معايا شكل. اهو وهاخد كوبي من الباك جراوند وكونفيرت وهطلع بيه فوق، هلاقي الخط اترسم معايا بالشكل ده. تمام. طيب خلينا بقى نعمل حركة حلوة بما ان احنا بقى عملنا كلمة وكده. هاخد من طبيعة اللاير دي كبرهم شوية كده، ركزوا معايا. وهروح على الاستاذ فري بيك، هكتب له ستايل، ركز معايا، تي كيست افكت. فهعمل له سيرش، هيجيب لك ستايلات كويسة جدا 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 جدا. هجيب البيز دي مثلا، هحاول اشوف شكل يكون لذيذ مثلا مثلا مثلا. هو ايه اللون اللي ممكن يمشي هنا معا؟ ايه الاصفرات هيمشي كويس؟ اصفر واحمر؟ لا 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 لا. هتدور كده لحد ما تلاقي حاجة تشد عينيك.
ماشي خلينا نشوف الاصفر اللي تحت ده. هعمل داونلود طبعا. لو انت برضو معاك اكاونت عادي هتلاقي ان الحاجات المدفوعه عليك بتكون حاجه قويه جدا جدا. هعمل داونلود كده واقول لك تركب الستايل اللي انت شايفه ده على الكلمه بتاعتك دي ازاي. هفتح كده البي اس دي او البي اس دي او الملف المفتوح الشكل اللي هيطلع معاك ده. ركز معايا، اي ملف بي اس دي هتلاقي فيه كل الكلام واللاير اللي هتخضك دي، مش هتحتاج منها غير اللايرين اللي هو خفيهم دول. هظهر اول واحد وهدوس دبل كليك كده عليه، هيشوف هيدخلنا على كلمه اند. طيب اند دي هتكون اللي هي لونها ايه؟ ابيض؟ لا انا مش عايز الابيض، انا عايز الاصفر. هشوف الكلمه السوداء اللي تحت هي اهي، هي فريند. هدوس دبل كليك على الاسود. حلو، انت كده خلاص اهو فتحت الاسود بتاعها. هتروح الكلمه بتاعتك هتخلي لونها يكون اسود برضو، وهتشدها عند كلمه فريند بعد الكونفرت. بس انا مش عايزها بكسل مني، فانا مش هعمل ميرج من هنا. تمام، انا عايز الخط يكون بطبيعته. اخدها معايا اهو، هكبر هنا براحتي، مش هتعمل بكسلة. هتعمل ميرج هنا براحتك وتخلي لونها اسود نفس لون كلمة فريند، وهتخفي كلمة فريند. كل اللي هتعمله انك هتقفل هنا كده، هتقول لي يس. هتستنى عليه 5 6 7 10 11 12 13 15 انجز 17. هتستنى عليه شوية هيجيب لك الديزاين بتاعك تاني، هترجع للملف بتاع الستايل. بص معايا كده ايه اللي هيحصل. بس هنلاقي ان هو عطلك الستايل بتاع كلمة فريند، فانا هخفي اند وهخفي يو دي اللي هي فين، اللير بتاعها فين يا جماعة؟ يو اي. وهخفي كمان التكست اللي تحت والفوق دي. شايفين الموضوع سهل ولذيذ وممتاز بصراحة. طيب كل اللي انا هاخده اللي هو فريند، فهعمل كونفرت للجروب بتاعه اللي هو ده اهو، وهسحبه معايا على الديزاين بتاعي بالشكل ده. سهل ولذيذ وبسيط، يعني اهم حاجة يكون بسيط. طيب هشيل القديم ده، بص مش عايزه. تمام، صغره شوية. لو انا شايف ان هي محتاجة تكون اوضح، ممكن اعمل كوبي منها كده وهاجي عند اللاير اللي تحت، هروح اعمل له ستروك مثلا بنفس لون التوت. شايفين يا سيدي يا سيدي كده؟ تمام، ممكن اقرب وانزل تحت اللاير دي هنا كده، اعمل نيو لاير، اجيب البروش الت واخد من نفس الدرجة بتاعت اللون ده وهملى الفراغات. شايفين هتعمل معايا شكل صح كده. هعمل ميرج للاتنين دول مع بعض كده، وهروح عامل ستروك تاني تاني، بس هفتح اللون ده شوية صح كده. هعمل دروب شادو خفيف، هيبقى معايا كلمة عجبتكوا. طيب اطلع فوق خالص هشوف بقى اظبط بقى الالوان والشغل. يعني هاجي مثلا كولر بالانس هنا كده، ابدا ازود سيكه كده. حاجات بقى مش ثابته والله، يعني انت على حسب معنيك. في ناس ممكن تحب اصفر، في ناس ممكن تحب، بس حاول ما تزودش قوي. الكونتراست يعني اهو برايت شويه، هذا الكونتراست شويه، ممكن ساتوريشن يعني هذا بس كده. لا 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 لا، حاسس ان في لون غير. تمام، ممكن مثلا كولر لوك اب، شوف مثلا اسف نشوف ده ونقلله شويه. ممكن الكيرفز كمان، جيب البلو نعلي دي شويه كده كده، هتزرق قوي.
تمام. طيب ممكن اعمل كل الكلام ده بجروب واشوف كده، احس ان هي زيادة قوي فممكن اقلل شوية كده. انا شايف ان احنا طلعنا بنتيجة كويسة وقريبة من الموجودة يعني، وفي نفس الوقت انت عرفت التريكات دي اتعاملت ازاي، صح كده؟ يعني خلينا اقول ان انت دلوقتي لما بتخزن في مخك الحاجات اللي احنا عملناها وتيجي بعد كده تفتح بروجكت جديد بقى عشان تشتغل عليه، هتحس ان الموضوع سهل، بعكس ان انت بتعمل تغذية بصرية وتيجي تنفذ مع نفسك تلاقي الموضوع مفيش كده. تمام، خلينا نخش على الديزاين التاني عشان ما اطولش عليكم، يا رب يكون ده عجبكم ان شاء الله، باذن الله يكون عجبكم. منتظر رايكم في الكومنتات، مش هقفل معاكم الفيديو غير لما اخلص الديزاين التاني، بس مستني رايكم في الكومنتات. والله ما فرق معايا قد ما انتوا تقولوا لي ان الموضوع فعلا مفيد وان انتوا استفدتوا، غير كده انا مش عايز اي حاجه. فخلينا نفتح نفس المقاس 2000 في 2000 في 200 150 130. مش هنهزر بقى، مش هنهزر بقى يعني، خلينا نشتغل بقى. طيب الديزاين اللي كنا هننفذه اللي هو الديزاين ده، طيب انا رحت كده سريعا قلنا ان الفيديو ده هنعتبره لايف عشان ما حدش ايه بيعمل اللي انا بعمله ده في الـ في الـ في شغل. ما علينا ما علينا، هكتب فراولة. نسيت احط بي ان جي، انا كتبت الفراولة غلط اصلا. طيب هاخد الشكل ده مثلا. انا كنت محمل واحده شكلها حلو قوي، استنى كده انت ايه اللي هي اللي انا واقف عليها اصلا؟ دي استنى، موجوده هنا على فكره، كنت فين؟ اهي عملت لها داون لود يعني، فعشان ننجز كده اهو، شايفين؟ طيب وهنعكس هي بالظبط، او سيبك من موضوع الانعكاس ده. طيب كل اللي انا عملته او كل اللي احنا هنعمله مع بعض ان انا هكتب هنا كبنة اسمها ايه بقى، موزريلا. والله انا عشان ما بحبهاش فما اهتمتش ان انا اعرف اسمها، بس ما علي. كل اللي احنا هنحتاجه حاجة واحدة فقط هتعرفوها دلوقتي حالا. بصوا لو عملت هنا كده سيرش انزل، انا كل اللي انا عايزه الشغل اللي هو بتاع البيتزا اللي قدامكم ده، اللي هو الايمن اللي هو ده. لو بصيت كده شايف انت الحاجات دي، طبعا هو جايز بنسبة يعني كبيرة يكون الديزاين اللي هناك معمول سينما 4D او حاجة فيها 3D ماكس او الكلام ده، بس احنا نحاول ننفذ كله فوتوشوب يا باشا احنا يعني متستغربوش. هعمل لها داونلود من نو هات كده، مش محتاج ان احنا ندفع لها. يلا 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 عشان الناس مستعجله وانا اتحرك جدا والله، انا انسان. دراجة نارية، دراجة نارية تاني. طب سكت انت، تعالى. لا وان زيرو تخطي يا سيدي براحتك، او متتخطاش انت حر. داونلود هاخد الشكل ده معايا هنا، وراح فين؟ هنا كده. بس يعني خلينا اعمله داونلود عشان اقول لكم هنعمل ايه. اهو كل اللي انا هعمله هشيل الابيض ورا ده اهو، واللي جوه ده ركز في اللي جوه، تشيل الابيض فقط يعني اهو. هنخلي الحاجات اللي ماشيه دي راح فين. تمام، وده ممكن نقصه عشان السلكت للاسف مش هيشوفه لان الصوره مبكسله شويه لما بتعمل عليه زوم يعني. اهو ركزوا معايا، انا بس هاخد من اول هنا كده اهو الشكل ده
اروح جايبه معايا هنا هعمل له كونفرت بالشكل ده. اكبر شويه ممكن انيم او انزل او على حسب اقرب الشكل ده. اعتقد الديزاين ده بيتكلم عن اللبان يعني انا حاسس ان هو اللبان او ما اعرفش ليه. فخلينا دلوقتي نشوف يعني ننفذ بس التركيه اللي هو عاملها وبعدين نبقى نقول الديزاين ده بيشرح ايه. طيب ركز معايا جدا بقى في الحته دي هتعمل ايه كده انت خلاص ظبطت الموضوع ده. طيب انا هخفي ده دلوقتي وهاجي عند الفراغ لايف هاجي هنا كده شايفين الفلتر ده دوس عليه دوس عليه ما تترددش اسمع مني الفلتر ده فلتر كويس جدا بيعمل ايه بقى. هنقف عند اول واحد هنا اللي هو الصباع اللي هو شايف انت بيعمل ايه. هتروح جاي كده بالدايره اللي قدامك دي وهتسحب كده كل لما هتسحب شايف 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 ازاي حلو اه طبعا ما كانتش خطرة على بالكم دي وانتوا شغالين فوتوشوب بقالكم كام سنة بقى اهو. طيب هقول اوكي حلو طبعا كل لما هتيجي بقى عشان هعمل لها كونفرت تاني عشان ما يقعدش يعمل الحركة دي وهظهر الشكل بتاعي ده اهو. ركز معايا اوعى تتوه مني هبدا اظبطه على الشكل بتاعي او بتاع الفراوله ولو في حاجه زايده هبدا بالهروب كنترول تي اقربها اهو 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 ادوس اوكي تمام. وهاجي كده بقى بالاستيكه خفيفه دي مش الخفيفه تمام وهقلل الفلو وهزود شويه وهبدا امسح اطراف الجبنه من على الجنب بالراحه جدا جدا. طيب الجزء اللي نازل لتحت ده انا ممكن استغنى عنه مش محتاجه تمام تمام انا اسف اقسم بالله انا اسف. كمان ممكن امسح شويه من هنا كده ركز معايا بقى كده اللون ده اصفر واللون اللي ورا احمر وفي كوسه موجوده تمام وفي شويه حاجات محتاجة تتظبط. طب ركز معايا هعمل ايه. كل اللي انا هعمله هقف على اللاير دي وهختار الساتوريشن من هنا وكنترول الت جي عشان ادخل الساتوريشن زي ما قلنا 100 مرة قبل كده جوه الشكل ده بس وهعلم شايفين المربع الفاضي ده هدوس له على المسح شايفين الشكل اتغير لازرق. طيب انا بقى لو فضلت العب هنا في الاجزاء دي وكتر الاحمر وفاهمين شايفين 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 بس اخليها ابيض شويه على اساس ان هي تبقى ايه اكنها سحبه من جوه يعني ابيض سيكا سيكا صغير. طيب الفراوله دي ممكن الت واعمل منها كوبي هوبا شايفين فن والله العظيم فن فن وايه وبسهوله كمان يعني فن وسائل في نفس الوقت. طيب انا حاسس ان الشكل ده بدا يكون داخل في الفراوله قوي فانا هقلله كده يا جماعة والله العظيم كل حاجة سهلة بالله عليكم محدش يصعب حاجة على نفسه صدقوني هي شوية تركيز فأكتر ولا أقل. طيب هعمل كل الكلام ده كونفيرت كده عشان يبقى لير واحدة هوبا هروح مكبره شوية بس ممكن أجي عند الشاربن أديلها واحدة كده عشان تظهر معايا بالشكل اللي أنت شفته ده وهاجي تحت كده هاجي عند السوليد كولر أختار مثلا الدرجة دي ممكن لاير اخد الت من نفس الدرجة افتح شوية وهروح عادي لايت هنا كده تنور معايا ممكن بس اعلي شوية اللايت اللي تحت دي ماشي خلينا اقول حاجة كده كويسة حلو قوي والله. ممكن ادي لير كمان ابيض بقى المره دي ابيض خالص انا اسف انا هفضل اقول لكم انا اسف كده والله بس يعني دعواتكم بالشفاء. طيب خلينا ناخد كوبي من الشكل ده خليني انزل ليه عايز اعمل شادو يعني بس مش عارف هتظبط ولا ايه خلينا نشوف الورب كده اهو ابدا اظبطه شوية خلي لونها اسود مثلا مثلا ايه ما هو الشديد اسود ايه ده
ماشي. وبعد كده هاجي عند الفلتر التاني ده، هنغمش كده الليلة دي كلها، وبعد كده هقلل الـ OST بالشكل ده. والله مش عارف اذا كان يعني مستاهل اعمل لها دروب شادو ولا لا، بس يعني هو عامة قدامكو، حبيتوا تعملوه ماشي، ما حبيتوش براحتكو خالص، بس بلاش منه، حاسس ان هو شكله مش لذيذ يعني، خليها طايرة كده من غير حاجة يعني. تمام. طيب هنروح لبان فراولة مثلا، متهيألي أعتقد إن ده هيكون أنسب حاجة يعني، هياخد مثلا الشكل ده. وهنا كده ممكن أعمل كنترول جي عشان أخد كوبي، هعمل الانعكاس سريع كده، أقول لكم بتعمل إزاي. عكست العلبة، وبعدين هقلل الأوست بالشكل ده، وبعدين هنغمش الموضوع كده بالشكل ده بالأستيكات، همسح أولها من تحت بس كده يكون تمام. خلينا نشوف هنا ما عندهمش سلوجان يا جماعة، خالي من السكر بس كده، مفيش أي سلوجان تاني غير ده، نكهة الفراولة. مش عارف يعني، هنكتب خالي من السكر زي ما هما مكتبين. ايه ده؟ ايه ده؟ فوتوشوب قفل ليه؟ انا تقريبا ايدي جت على حاجة. لا 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 لا، اوعى 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 ما اوعى. يلا يا سيدي قلقتني. بالله عليك بالله عليك، البروجكت الناس، والله العظيم الناس. الحمد لله الحمد لله فتح الحمد لله فتح يا ابن اللذين. طيب خلينا نعمل له برايتنس كده يعني، بما ان بقى انت رجعت هنا شويه لورا نفس الموضوع. والله مش همنتج يعني، انا مش همسح اللي حصل ده، خليه احنا اتفقنا ان هو يكون لايف اهو اهو. اوله بس شوية بالشكل ده، خلينا من السكر، خلينا مثلا اختار الفونت ده، خلينا نجيب لوجو. هو انا مش عارف اللي بند اسمه ترايد نت تقريبا ولا اسمه ايه، مش عارف ترايد نت، مش هو ده صح؟ اه هو ده ممكن. نشيل الأبيض كده على طول، أعتقد إن إحنا كده خلصنا. طبعا التركية كويسة وبسيطة جدا وسهلة، منتظر رأيكم مرة تانية، يا رب يكون الدرس كان بسيط سهل، يا رب تكون أسرار اللي قلتلكوا عليها في التغذية البصرية تكون معاكم زي الفل ما فيهاش أي مشكلة. مستنى رأيكم في الكومنتات. أهم حاجة آسف جدا إن أنا عمال أكح طول الفيديو طول التصوير، بس والله أنا تعبان زي ما قلتلكوا قبل كده كتير. متشكر جدا وآسف للإطالة، وأشوفكم إن شاء الله في اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.